على ايه؟ ها؟ بص على ايه؟ دايما كده عمال تبص على الناس. صباح الخير يا عم ابراهيم. اهلا ست الكل، اهلا بيكي، صباح الفل. صباحو. اوبا، مكنه راكبه مكنه. يا ساتر يا رب، يا ساتر اصبر يا رب. لا حول الله يا رب. في حاجه يا ولدي؟ خلي بالك ما تعرفش تسوق ما تسوقش. يعني انت تمام يا ولدي؟ خلاص يا جماعه، حالة تمام. خلاص يا بيه، خلاص يا بيه، كل واحد في طريقه. يلا انت كويس؟ الحمد لله يا عم. ما هو لو انت مركز وباصص في الطريق قدامك ما كانش ده حصل. ستة لسه منزل اختي هنا، كنت ببص عليها. ترضى ان حد يقول لاختك يا مكنه؟ ما قلتكيش حاجه على فكره. هو ايه؟ رامي جتت؟ يعني انت مش قد كلامك؟ ما قلتش حاجه اصلا. طالما مش قد كلامك تبقى مش راجل، يبقى ملوش لازمه الكلام معاك. اخلع.